خلينا نتعرف على المزيد حول جهود الدولة لدعم مبادرة صحة المرأة مع ضيفي الكريم عبر الهاتف الدكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة الأم والجنين. برحب بحضرتك يا فندم، أهلا بك دكتور فوزي. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين جميعا. يعني خليني أتحدث مع حضرتك في البداية عن جهود الدولة لدعم صحة المرأة بالمبادرات الرئاسية فندم. زي ما حضرتك أشرت من شوية، إحنا ابتدت حملة 100 مليون صحة طبعا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية سنة 2018 بمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، وبعدين في 2019 انطلقت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي تحديدا للسيدات. والحقيقة ده كان تطور كبير جدا في يعني المبادرات التي تخص صحة المرأة بشكل خاص. تلا هذه المبادرة على طول مع بداية مارس 2020 انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين. الحقيقة المبادرة دي برضو كان لها شقين مهمين جدا، وهو صحة السيدة المرة وبصفة خاصة السيدات الحوامل اللي بتستهدفهم هذه المبادرة، وكذلك وقاية الجنين لهذه السيدة أو الجيل الجديد عموما القادم من الإصابة بالأمراض المعدية التي قد تنتقل من السيدة إذا كانت مصابة أثناء الحمل إلى هذا الجنين. المبادرة دي الحقيقة مبادرة صحة الأم والجنين لها هدفين رئيسيين، جزء كان جديد لأول مرة طبعا يبقى موجود عندنا في مصر، وهو أن يبقى فيه مبادرة منتظمة وفحوصات منتظمة أثناء الحمل للكشف عن الأمراض المعدية التي قد تنتقل من الأم للجنين، ودي بتشمل فيروس الالتهاب الكبدي بي وفيروس نقص المناعة البشري HIV ومرض الزهري. والشق الثاني كان الأمراض غير المعدية أو غير السارية، وهو زي والتي قد تمثل أي نوع من أنواع الخطر على السيدة أو الجنين أثناء الحمل، ودي بتشمل الأنيميا أو مشاكل سوء التغذية، الضغط، السمنة، السكر، وكل عوامل الخطورة الأخرى التي قد تؤثر، هي ليست أمراض معدية ولكنها تؤثر على صحة الأم وصحة الجنين. الشق الحقيقة اللي كان لأول مرة يبدأ في مصر زي ما شرحت لحضرتك هو الخاص بالأمراض المعدية. حققنا فيه الحمد لله نجاح يعني كبير جدا فوق توقعاتنا في المبادرة، أو إحنا بنخطط وبنعد لهذه المبادرة. يعني شملت كم محافظة حضرتك يا فندم؟ احنا ابتدينا في مارس 2020 على نطاق ضيق شويه، بدانا باربع محافظات بس محافظات كبيره، ودي كانت القاهره واسكندريه والقلوية والفيوم، محافظات كبيره في عدد السكان، وبعدين ابتدينا نتوسع في كل المحافظات. بنهاية عام 2020 وبداية عام 2021 كنا بنغطي الجمهورية كلها، 3538 وحدة على مستوى الجمهورية بيقدموا الخدمة في 27 محافظة، جغرافيا بيغطوا كل المناطق الجمهورية. عايزة أتحدث مع حضرتك أيضا عن أهمية مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، إزاي هذه المبادرة قدرت أنها يعني تنجح في اكتشاف حالات كثيرة في القرى والمحافظات المختلفة؟ الحقيقة مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي حضرتك تعلمي ان اكتر انواع السرطانات اللي بتصاب بها السيدات على مستوى العالم هو سرطان الثدي. يعني بيوصل تقريبا لحوالي 38% من السرطانات اللي قد تتعرض لها السيدات. واحنا مصر كدولة من ضمن دول العالم برضو عندنا الحقيقة برضو سرطان الثدي كان بيجي في المرتبة الأولى في بين السيدات خصوصا في مصر. الكشف المبكر ليه يعني دي من الحاجات الكويسة، ان احنا عندنا خطوات علمية، عندنا إجراءات أقدر أعملها واكتشف المشكلة قبل ما تسوء. وده زي ما حضرتك أشرتي من شوية ان هو ده اللي تأصل في وجدان المواطن المصري مع يعني فكرة الكشف المبكر اللي بدأت مع فيروس سي. طيب أنا عايز أعرف من حضرتك أيضا الخطوات أو الآلية اللي بتسير بها هذه المبادرة. حضرتك تقصدي مبادرة صحة الأم والجنين ولا لا مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي يا فندم؟ تمام. الحقيقه في مواد الكشف المبكر عن سرطان الثدي بتتوجه السيده لاقرب وحده رعايه اوليه ليها، والحقيقه زي ما شرحت لحضرتك هو في دمج بين المبادرتين صحه المراه وصحه الام والجنين. هم بيقدموا في نفس وحدات الرعايه الصحيه على مستوى مصر، تتوجه السيده لاقرب وحده من محل اقامتها سواء كانت سيده مصريه او حتى غير مصريه. الخدمه متاحه الحقيقه لضيوف مصر من كافه الجنسيات،
بيتم الأول تقييم الحالة تقييم مبدئي من حيث بعض البيانات الصحية الخاصة بها، سواء إذا كانت الأسرة عندها في حالة سابقة قبل كده من سرطان الثدي، إذا كانت يعني لها شكاوى معينة، وحسب الفئة العمرية بتاعتها وحسب البيانات الخاصة بيها بتبتدي تخضع لفحص من خلال الطبيب طبيبة مدربة أو يعني أخصائية تبريد مدربة بتقوم بفحصها علشان تبحث عن أي نوع، لو بداية لأي نوع من أنواع التورمات البسيطة اللي ممكن تكون السيدة مش واخدة بالها منها. والأهم من ده إن هي بتتعلم السيدة إزاي كل شهر تفحص نفسها، ده مهم جدا. وفي حالة اكتشاف أي حاجة من العلامات اللي بيتم تدريب السيدة عليها بتتوجه مباشرة لأقرب وحدة صحية ليها. في حالة إذا بقى لقينا في العلامة قد تقلقنا، يعني مهما كانت بسيطة لكن تخلينا نقلق أو يبقى عندنا أي احتمال لإصابة السيدة بالأورام، بيتم توجيهها على طول للمستشفى المختصة وبيتعمل الفحص بالأشعة خاصة بذلك على الثدي للتقييم المبكر لهذا الورم، وبالتالي التدخل في الوقت المناسب ومنع تطوره إلى ورم خبيث لا قدر الله قد يودي بحياة السيدة إذا لم يتم اكتشافه اكتشاف مبكر. مجهود يعني عظيم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فوزي فتحي المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة الأم والجنين على كل هذه التفاصيل.